الان الان احنا في رمضان والناس تسمعك وهذه ايش تبغى تقول للناس؟ اقول لهم انه في منصات فلوسكم اللي تدفعونها وزكاة اموالكم وصدقاتكم تروح في مكانها الصحيح بدون ما ياخذ عليها العاملين، بدون ما يلعب فيها، بدون ما تقول والله بينخصم ابدا. المبلغ اللي تحطه انت تكفل فيه منزل او تعالج فيه مريض او تسدد محتاج او تسدد فاتوره او تكمل دين او يتم علاج احد الاطراف او اعطي عربيه للمعاقين. منصه احسان مليانه مليانه، المشروع اللي بتخش فيه كفالتيتي، اي شيء اي شيء يخطر على بالك للمحتاجين موجود. ما شاء الله.